هذه خدمة للسياح في ساحة وينسلس في العاصمة براغ، ففي هذا المكان يمكن الدفع باليورو لركن السيارة. لكن تشيك العضوة في الاتحاد الأوروبي لم تتبنى اليورو كعملة رسمية للبلاد، ولم يعد الأمر مطروحاً للنقاش منذ فترة. آخر استطلاعات الرأي حول البقاء في الاتحاد الأوروبي جاءت بنتائج غير واضحة، فحيناً تزداد نسبة المؤيدين للاتحاد الأوروبي وحيناً تزداد نسبة المعارضين له. الاتحاد الأوروبي لا يعجبني، فهو يفرض علينا قوانين قاسية في بلادنا. لا أدري لماذا، أنا شخصياً لا يعجبني الاتحاد الأوروبي. أخشى أنه إذا ما أجبرنا الاتحاد الأوروبي على استقبال المزيد من اللاجئين، فسيصوت المزيد من الناس للخروج من الاتحاد الأوروبي. سنبقى مع الاتحاد الأوروبي. جمهورية تشيك شريك اقتصادي مهم لألمانيا، فشركة سكودا مثلاً تابعة لمجموعة فولكس فاجن، وحجم التجارة بين البلدين يتزايد سنوياً، ويقدر معدله السنوي بثمانين مليار يورو. السبب الرئيسي لهذا الازدهار التجاري بين ألمانيا وتشيك يكمن في عضويتهما في الاتحاد الأوروبي التي سمحت بفتح الحدود بينهما. مبدئيا يمكن القول ان سكان تشيك مترددون فيما يتعلق بالاتحاد الاوروبي، لكنهم يعرفون الفوائد الاقتصاديه التي يحصلون عليها من عضويتهم به. فتشيك مرتبطه بالاقتصاد الاوروبي، واغلب صادراتها تذهب لدول الاتحاد. فمثلاً شركة لينات التشيكية يملك نصفها مستثمرون ألمان وهولنديون، وهي متخصصة في إنتاج أسرة للمستشفيات. مبيعات الشركة تقدر بحوالي 270 مليون يورو سنوياً، ويعمل فيها حوالي 700 شخص في وظائف ثابتة. السوق المحلية أصغر من أن تستوعب هذا العدد من الأسرة، لذا يصدر 97% من الإنتاج إلى الاتحاد الأوروبي. لذا لا يمكن لأحد أن يتصور خروج تشيك من الاتحاد كما فعل البريطانيون. هذا لأن دول الاتحاد الأوروبي القديمة تقبلت تشيك كدولة مصدرة، والسبب يكمن بكل بساطة في كوننا نعمل ونصنع بنفس المعايير والقوانين مثلها. استفتاء شعبي كما حصل في بريطانيا لا يسمح به الدستور التشيكي حتى الآن، لكن الأصوات التي تطالب بإجراء استفتاء حول عضوية تشيك في الاتحاد الأوروبي تتعالى في البلاد.